أدى الله في كل مناسبة أو مكان، ما ذهب لتجمع أو لمقابلة رئيس إلا لاحقه الخزي والعار، وأصبحت فضيحته على كل لسان. إنه من عمق الكراهية والانقسام، إنه الحاقد والكاره لسيد الخلق والأنام عليه أفضل الصلوات والسلام. عن ماكرون أتحدث. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، واللي دافع باستماتة عن الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعلن غضبه بشدة من رسوم مسيئة في كاريكاتير روسي ضد أوروبا. الرسوم أو الحفرة نشرتها السفارة الروسية في فرنسا، واللي صورت فيها أوروبا على أنها جسد ميت يحقنه أمريكا والاتحاد الأوروبي بكره روسيا. ماكرون اعترض بشدة لا للرسوم المسيئة ضدنا. Ensuite, ces publications sont inacceptables et le ministère des Affaires étrangères a très clairement fait savoir cela à l'ambassadeur de Russie. Nous croyons au dialogue, nous maintenons un dialogue respectueux, il suppose du respect de toutes parts. Et je pense que c'était une faute, elle a été corrigée, j'espère qu'elle ne se reproduira pas. Je ne l'espère pas, nous l'avons exigé. القصة بدأت بهذا الكاريكاتير اللي نشرته السفارة الروسية في فرنسا. بص الحفرة، ادي الاتحاد الاوروبي عبارة عن هذا الجسد، وادي الحقن اللي بياخدها الاتحاد الاوروبي لابقائه وكأنه حي. ده الرسم اللي نشرته او الكاريكاتير اللي نشرته السفارة الروسية في فرنسا. بيصور اوروبا جسد ميت بياخد حقن من امريكا والاتحاد الاوروبي عشان يكره روسيا. بكل وضوح كمين روسي الماكرون اللي كان بيدافع بشدة عن الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. فاختيار السفارة الروسية في فرنسا عشان تنشر هذا الكاريكاتير مقصود. اختاروا فرنسا بعناية لأنها اللي انتشرت فيها الكاريكاتيرات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، ودافع ماكرون وحكومته عنها باستماتة. وسقط ماكرون سبحان ربك في هذا الكمين، وأظهر التناقض الرهيب. بعد ساعات قليلة من نشر السفارة الفرنسية للكاريكاتير، تم على الفور استدعاء السفير الروسي في فرنسا، واعترضت فرنسا على هذا الكاريكاتير وقالت إن هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. استدعوا السفير. قالت وزارة الخارجية أنها استدعت السفير الروسي يوم الجمعة بسبب ما نشرته السفارة على تويتر في وقت سابق واعتبرته باريس غير مقبول. نشرت السفارة الروسية رسما ساخرا يوم الخميس 24 مارس 22. روسيا عملت اللي هي عايزاه، كانت حفرة كمين لتفضح تناقض حكومة فرنسا ومسحت التويت. كاريكاتير مسيء لأوروبا غير مقبول، ودي مش حرية رأي، لكن مقبول عادي الإساءة لحوالي 2 مليار مسلم والإساءة لرسولهم، دي حرية رأي. الموضوع ما وقفش عند رد الخارجية الفرنسية. ماكرون اتسأل في مؤتمر صحفي عن هذا الكاريكاتير المسيء لأوروبا. Je rajoute une deuxième question. L'ambassadeur de Russie a été convoqué par le Quai d'Orsay ce vendredi pour un tweet jugé, je cite, inacceptable, que vous avez peut-être vu, qui montre l'Europe sous forme d'un homme malade piqué par des seringues sur lesquelles étaient inscrits les mots russophobie, OTAN, néonazisme, Covid-19. Est-ce que vous avez une réaction suite à ce tweet et un message pour la diplomatie russe en France ? ربنا أخذه في كل مناسبة في السنة الماضية. راجعوا ذكريات ماكرون في مقابلته مع الفرنسيين يتحدث بالبيض، مقابلته مع بوتين يبقى مسخرة العالم كله، روسيا حفرت له الكمين. رد ماكرون على السؤال كان مختلف تماما عن دفاعه لما دافع عن الرسوم المسيئة للرسول، وقال هنا غير هنا تماما، ده خطأ غير مقبول. وعشان نحافظ على حوار محترم بيننا لازم ما يبقاش فيه تلك الرسوم. Ensuite, ces publications sont inacceptables et le ministère des Affaires étrangères a très clairement fait savoir cela à l'ambassadeur de Russie. Nous croyons au dialogue, nous maintenons un dialogue respectueux, il suppose du respect de toutes parts et je pense que c'était une faute, elle a été corrigée, j'espère qu'elle ne se reproduira pas. Je ne l'espère pas, nous l'avons exigé. الأيام دوارة ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. المشهد يوضح قد إيه إحنا ملناش أي قيمة. الشعوب رفضت وأعلنت رفضها بأعلى صوت، الشعوب العربية والمسلمين في كل أنحاء العالم، لكن اللي بيحكموا بالإكراه وبسرقة العروش راحوا وذهبوا وكلموا ماكرون وطبطبوا عليه.
ماكرون المتناقض واللي كان بيدافع بشدة عن الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام ويعتبرها حرية رأي، أهو شرب من نفس كاس حرية الرأي. Ah, je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément, qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Et donc je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste, j'ai juste à dire en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc. Après, en face de cela, pour que le débat démocratique tienne, et ça ne vaut pas du tout pour les caricatures, parce que la caricature fait partie justement de cette... Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, et encore une fois, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais de plus largement ce qu'on peut voir dans notre société, il implique, en revers, une décence commune, une civilité, un respect. Car nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. قال لك احنا عندنا حرية رأي غير محدودة في فرنسا، انما ده مش حرية رأي. قال لك ان احنا عشان نتحاور في رده على الكاريكاتير الروسي لازم نحترم بعض، انما هو مش محتاج يحترمنا عشان يتحاور، لان الاوباش بايعين القضية. ماكرون دعم بكل شراسة الرسوم المسيئة لخير الخلق واعتبرها حرية رأي غير مقبول الاقتراب منه. مجرد كاريكاتير روسي ضد اوروبا اعتبره خطأ غير مقبول، والحوار لازم يكون مبني على الاحترام. ماكرون ما احترمناش وده مش جديد، ها؟ كيفما تكونوا يولى عليكم، واحنا ربنا ولى علينا شرار الخلق. لا تلوموا ماكرون لانه ما احترمناش بسبب اللي بيحكمونا. ماكرون يعتبر ان الحوار مع الاخرين مبني على الاحترام، لكن عدم احترامنا مبني على هؤلاء المنبطحين المجرمين المنقلبين الخانعين قدامه واللي بيقفوا كالتلاميذ في المدرسة. هكذا يرى ماكرون من يحكمونا واللي ما بيفوتوش اي مناسبة اللي يشوهوا فيها الاسلام وينتجوا المسلسلات والافلام لتشويه الدين الحنيف. برروا بكل الطرق اعتداؤه واساءته لامة متمثلة في رمزنا بيها، بل جريوا عليه عشان يدعموه زي ما فعل المجرم لما راح له فرنسا. مصر دفعت ثمنا باهظا لممارسات الارهاب والتطرف، واستشهد من المصريين مش بس من القوات الأمنية، لا من كل طوائف الشعب، من كل حتى أشقائنا المسيحيين دفعوا ثمن في مواجهة هذا التطرف اللي بنعاني منه. conclure mon propos par un remerciement. Alors que la France vient d'être victime d'une campagne de haine et de boycott alimentée par l'ignorance et l'extrémisme, je souhaite remercier le président d'un très grand pays arabe et musulman, l'Égypte, de nous faire aujourd'hui l'honneur de sa visite. المجرم راح بعد الإساءة مباشرة، الإساءة بتاعت ماكرون للرسول، وأيد ماكرون وقال له احنا كمان بنعاني من التطرف والإرهاب، ها؟ أم اديله قلادة في السر يفرح بيها. رغم الجدل، ماكرون يقلد السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته لباريس اللي كان في الضلمة وفرنسا قلبت الدنيا عليها لو تفتكروا، اللي لم يستدع حد ولم يبلغ الصحافة وفرنسا هي اللي اكتشفت الحكاية. النهاردة ماكرون بيرد على كل اللي كانوا بيبرروا له تأييد الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الجملة بشكل واضح،
الحوار يجب أن يكون مبني على احترام الآخر، لكن الحوار معانا ومع اللي يحكمونا مش محتاج أي احترام أصلا، وبسبب ضعفنا ماكرون لا يحترم إلا الأقوياء أو اللي يقدروا يدوله على دماغه بالجزمة. النهاردة روسيا بتكشف هذا التناقض الفرنسي، وبعد ما نصبت الكمين لماكرون ومسحت التويتة خرجت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول له احنا اتبعنا نصيحتك في ابداء الرأي بالرسوم، لكن واضح ان نصائحكم ما بتنفذوهاش انتم شخصيا. بعد استياءه من كاريكاتير موسكو تذكر ماكرون بشارلي ابدو. بقول لك حفروها له، اتلعبت صح، لازم تحب اللعبة الحلوة. لازم تحد. وردت المتحدثة ماريا زاخاروفا، حقا أليس رؤساء وزراء ووزارة خارجية فرنسا هم الذين كانوا يعلموننا بأن أي رسوم كاريكاتيرية أمر طبيعي؟ حتى تلك الفظيعة التي نشرتها شارلي إبدو قررنا اتباع نصيحتهم واستخدام الهجاء الذي يعتبرونه دليلا على حرية الرأي، والآن لا يعجبهم شيء. ها، اجلس على الشط وانتظر انتقام السماء من المجرمين. فسقط ماكرون في الكمين، وسقطنا نحن كما سقطنا في اختبارات كتيرة، اختبار الاحترام قدام نفسينا. لا تلوموا ماكرون، بل لوموا أنفسكم، ولوموا من كان السبب في انه لا يحترمنا العالم وانه يشوفنا بلا قيمة.